استخدام خاصية التنبؤ. مرحبا، يحتوي برنامج كلارو ريد على خاصية قوية في تنبؤ الكلمات، والتي قد تفيد بعض المستخدمين أو من لديهم مشاكل في استخدام لوحة المفاتيح. عند تحميل وتنزيل البرنامج لأول مرة، تكون هذه الخاصية غير موجودة على الشريط وغير مفعلة. لإدراجها في شريط الأدوات، قم باتباع الخطوات التالية. اضغط على إعدادات. اذهب إلى شاشة العرض. اضغط على زر تنبؤ من قسم المفاتيح. وأخيراً اضغط موافق. لاحظ أن زر التنبؤ موجود الآن في شريط الأدوات. لتفعيل الخاصية، اضغط على الزر. سيقوم كلاروريد الآن بمساعدتك على الطباعة، وحالما تقوم بالكتابة سيظهر مربع يحوي عدداً لا يزيد عن 5 كلمات متوقعة. لانتقاء أحد تلك الخيارات، اضغط على المفتاح المحاذي للكلمة. تابعوا. الأخبار الواردة بشان مراكز ذوي الاحتياج. لإيقاف خاصية التنبؤ، اضغط على زر التنبؤ من شريط الأدوات. تجدر الإشارة إلى أن كلارو ريد يتعلم ويحفظ الكلمات الجديدة التي تقوم بطباعتها، مما يسهم في تعزيز قاموس المصطلحات والمترادفات المتوقع استخدامها في المستقبل.